ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين من 10:23. هذا هو المنشد اللي حبيتوه، سعد محسن، بصوته بمختلف الشيلات اللي نزلها، اللي عملت أيضا نسبة مشاهدة عالية جدا. هي نبرة الصوت، الخامة الصوتية اللي عنده، ممكن اللي شدت أكثر الجمهور. شفت أيضا ناجح برشا على تيك توك، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، نسبة أيضا المشاهدات على اليوتيوب العالية جدا، ما شاء الله. سعد ينورنا لأول مرة عبر إذاعة تطاوين الليلة. مساء النور، أهلا وسهلا. مساء الورد، يا هلا فيكم وإذاعة تطاوين أخ مجيد. شكرا، مرحب بالجميع، يا هلا ومرحبا. يعطيك الصحة يا سيدي، منورنا، وإن شاء الله ديما ناجح بهالنجاح الرائع هذايا اللي أنا نشوف كل مرة شيلة ورا شيلة ورا بعض يا خويا، ما شاء الله على غزارة الإنتاج. جميلة. ما أحيانا ونعمة بالله سعد، شوف أحيانا شوف فنان يعني غناية في العام أو في العامين غناية، وأنا كنشوف نرجع للستوريك الأرشيف الخاص بسعد محسن، ما شاء الله الكل شيلات وراء بعض، الكل هذه كل خدمة، خدمة مستمرة، خدمة كبيرة، يعطيك الصحة. أما بعد إن شاء الله باش نسمحهم هيك قوة النجاح لسعد، خاصة الغنية اللي عملت الفارق الكبير، اللي عملت 180 درجة، واللي صنعت هذا الاسم أيضا عربيا. نذكر كأنك ماشي لهم، أي أحسن، اي احسنت، مو تنقهر. هذا هو، وشفتها وقت اللي طلعت ترند على تيك توك. وضغطناهم اي وهزيميهم. شوف والله، شوف حلو النجاح، ما فماش في الدنيا هذه الكل احلى من النجاح، وانك صنعت اسمك موجود حاليا ما شاء الله. ف يعني مع هالشيلات هذوما، فما شيلات خاصه تقريبا هكا ولا لا؟ تقريبا فما بطلب كذا تقريبا، هذا مشيتوا فيه الموضوع؟ نعم ماشيين عليه، وبالعكس فيها طلبات خاصة وأعراس ومواليد وتخرجات ومناسبات. اي نعم، شكرا. ان شاء الله. اسمع، تعرف كيف في عيد ميلاد إذاعة تطاوين تعمل لنا شيلة خاصة ان شاء الله في شهر 11، اول شهر 11. اتشرف. ان شاء الله، وعد منك سعد. وعد خلاص. ان شاء الله عايشك، بارك الله فيك. سعد، من يكتب هذه الشيلات اللي قدمتها الكل؟ والله في مجموعة من الشعراء، يعني الشعراء عندي يعني في مجموعة كثير، يعني منهم بارزين عندك، يعني خميس الحربي، ومنهم أصدق جرح، ومنهم فالح الهولة، وفي بدر القحطاني، وفي يعني ما يحضروني، في أسماء كثيرة. يعني ما حاولت أنك تكتب سعد؟ بلى أنا كتبت، يعني شيلة الطاووس. شيلة الطاووس هذه كلماتي وألحاني، يعني اي حلوه حلوه. شو رايك خلينا نعمل المفاجاه اليوم انا وياك على الهواء مباشره لايف هكا، خلي نسمعوهم هالصوت. سمعتوه صحيح، هذا تسجيل استديوهات كله، ما زلنا باش نسمعوه ان شاء الله، اما خليها لايف هكا دندن. حاضر. بس انا على فكره ترى انا عازف عود. ايه ما شاء الله ما شاء الله. بعزف لك اغنيه تونسيه. فاجئني الليلة يا صديقي. باهي يا سيدي، يلا معاك لايف الليلة مباشر مع سعد محسن، واحنا ضيوفك يا سيدي. الله باش نكون واضحة عندكم، الحين بعجبها اللايف انا على العود. اي هو ما فماش احسن من اللايف مع الفنان. بس ترى مو ما تظنني اعرفها، لكن الاغنية هذه مشهورة. يلا اوكي. I'm gonna be
حلوة ولو دندن عن والله فاجأتني فاجأتني الليلة. يعطيك الصحة والله يا سعد، تعيش يا الله سيدي. يرحمه. نعرف معلش انا مو حافظ، ها معلش. يا سيدي، نحفظها لك، أنا بيني وبينك والله نحفظها لك صديقي، سهلة. الله يسعدك، الله يسعدك. عايشك. نعرف إنه تنقلاتكم أغلبيتها في الخليج، يعني عامة المناسبات أيضا الكبرى، المهرجانات أيضا الكبيرة. سعد، ما زلت ما دخلت شك بقوة ممكن للمهرجانات وحفلاتنا على مستوى ممكن المغرب العربي، وتحديدا نتحدث على تونس الليلة. فنتمنى ولو زيارة لهنا، نشطنا الدنيا هيك بهالشيلات والأغاني الكل اللي قدمتها. بالعكس انا اتشرف اذا جاتني دعوه، بالعكس ليش لا، هذا شرف كبير لي. إن شاء الله تونس الخضراء بعد نشوف، ما في احسن منها. إن شاء الله يا سيدي، الله يبارك لك، وإن شاء الله في أول زيارة أنك تجينا، وأنا نستغل وجودك حتى تكون في تونس إن شاء الله، تحضر معنا في ان شاء الله. استديوهاتنا لهنا. نرجع شوية زادة للشيلات، أنت تقريبا أول أمس تقريبا نزلت شيلة أخرى جديدة هكا ولا؟ ايوه علاش أنا ممكن، هذا السؤال المهم، علاش ممكن الريتم، النسق، الستايل، تحب تحافظ على نفس الستايل ممكن لأنه نجحت بيه، لأنه الناس تعودوا عليك على نفس الستايل هذايا، ولا كيفاش الحكاية معاك يا سعد؟ والله شوف اللون هذا احنا أي نجحنا فيه، وهو اللي دارج في الخليج، يعني الايقاع هذا بالذات أي هو اللي دارج فيه، هو اللي يعني دارج عندنا. لكن انا عندي يعني شغلات متنوعه، يعني نوعت في الايقاعات وهذا، لكن هذا اللي عليه الطلب هو أكثر اكثر دارج، شيء، اكثر وأكثر ممكن دارج. نجاح وعليه طلب. اي طبعا، لان قريب خليجي واللي هو الخوزعاني، هذا الايقاع هو اللي دارج في الخليج يعني دائما. سيدي والله صح. لا ما هو انا زاد نسمع الشيله هذه، ما بعد شيله الكلمات صحيح تتبدل، لكن الايقاع كانه محافظ، واذا غيرت ما نعرفش انا شنو هو راي الجمهور، الله اعلم راي الجمهور، اما انا كي ماشي على النسق هذايا نحس انه هو فيه بهجه، فيه فرحه، فيه هو والله والله راقص، ايقاع راقص يعني، احسنت. وفي بهجه وفي فرح، يعني الناس يعني ينبسطون فيه وكذا، عرفت. لكن احيانا احنا نسوي يعني شيلات حزينه وكلمات حزينه على نفس الايقاع، بس نبطئ الايقاع شوي. اها تهديه شوي. وهم نجحنا فيها، يعني هم نجحنا فيها في شيله الا انا، وفي شيله مجاريح، يعني نجحوا كثير بالايقاع الحزين هذا اللي خلينا في الريتم الحزين. نعم. سعد، انت تابع شركه معينه ولا الكل هذايا كله من انتاجك الخاص؟ لا، انتاجي يعني، ما في انتاجي. لا اي إدارة نعم، أعمال ولا شركة ولا الكل، كل وحدك. في شركه طبعا في اليوتيوب، اي هي ماسكه اعمال يعني تدير الاعمال وهذا، لان مسؤولية كبيرة اذا الفنان. وفي منسق طبعا، في منسقين عندي وكذا. ممتاز ممتاز، يسهلوا العملية شوي. اي طبعا، حق الطلبات وكذا يعني. نعم به للأمانة. صديقنا من مدينة صفاقس أحمد الجزيري، أحمد يسلم عليك برشا 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 سلام خاص، وبيطلب منه، هو أصر إصرار أنك تكون حاضر معنا الليلة في لمة على الأفلام، دائما احنا نلبوا طلبات طبعا مستمعينا وأصدقائنا الأوفياء، وهو أيضا من متابعينك، لأن عندك برشا متابعين من تونس يا سعد. والله اتشرف فيه، وبهل تونس كلهم على راسي. ينورك يا سيدي. خلينا نمشي شوية أيضا بعض التعليق اللي توصل في حقك الليلة، صوت ما شاء الله، والليلة منور إذاعة تطاوين سعد. شكرا ليك يا أحمد، يعطيك ألف صحة. شكرا أيضا ربيعة، سعد معروف عنا في تونس يا مجيد، نعرف يا ربيعة، نعرف إنه معروف عنا، وصل وما شاء الله حتى مواقع التواصل الاجتماعي يعني وصلتك بكل أريحية والكل. شوف سبونسورينج مهم جدا، يعني حتى بالنسبة للشيلات والكل، حتى توصل على نطاق واسع على مستوى الوطن العربي والعالم عامة. أما شنو ممكن سعد محسن مع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حسيتك فعال، يعني ما شاء الله مؤثر زاد بطريقة رائعة جدا في انا الجمهور، والله شوف على التيك توك، على الكل، على الانستغرام، وين ما تمشي يعني.
والله شوف انا استخدم الانستغرام اكثر شيء يعني، حتى عندي تيك توك، عندي حساب لكن مش فعال فيه، لكن اشوف يعني الجماهير ما شاء الله من فضل الله يعني يتناولون الاعمال. يعني حتى سناب انا مقل فيه، لكن في الانستغرام انا ارتاح للانستغرام اكثر شيء يعني. ممتاز به، خليك على الانستغرام، خليك جميل. انا لا قديمه يعني. لا لا والله لا ما شاء الله عليك يا سعد. اضافه الى هذه، لو خرجتك شويه من هالفن والكل، اهتمامات سعد يعني، اهتماماتك في الحياه، اهتمامات رياضيه، اهتمامات ممكن فلاحيه، اهتمامات شنو بالضبط، شنو عندك؟ والله اهتماماتي اكثرها فنيه يعني، انا عازف عود ودائما الموسيقى في جوي على طول. هذه هي الحياة. حتى ولو أن في محبة كبيرة للفن، وممكنك تربيت على الفن والموسيقى طبعاً. والكل، فتبقى ديما لاصقة لك، حتى العود كرفيقك تقريبا. طبعا طبعا رفيقي العود ما استغني عنه يعني، هذا من الآلة يعني، صديقي الصدوق. به أنا نحب نسمع اللكنة الخليجية بصوتك الليلة غناء. سمعنا لايف تونسي، أما خليني توا نسمع اللكنة هذيك اللي تعودت عليها بصوتك لايف. لايف حاضر، أغني لكم. الله ينورك. أغني لكم أغنية. نعم. الليلة في لمع الأفئام. تنقهر لا حضرنا وبعد نجد ومن فارق بطول الجمال. اسكتن 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 وبعد لا تلعب غسل من تحدى الغزال. تفيد الصف الأول وقعد وتنتهى بالرجمع انت شيخ حشومه ماردا ضيع الصيت وفعلنا النجاح. هذه متنقهر. الله الله الله. هذه هي أكثرهم يعني. شوف للأمانة سعد، شوف أنت صديقي ونفتخر بيك ونعتز بنجاحك هذا الكبير عربيا، فالأغنية صحيح حققت نسبة هائلة وملايين الملايين من المشاهدات. إن شاء الله تو أعطيني خبر حصري من عندك ونقفلوا هذا الانترفيو الليلة معك. انترفيو صغير أما كمقابلة أولى عبر إذاعة تطاوين الليلة من تونس. الفترة الجاية شنو تحضر؟ اعطيني سكوب من عندك. والله في اعمال جديده وفي افكار جديده احنا بصددها الحين ان شاء الله قاعد نسجلها باذن الله. نعم. وراح نطرحها عن قريب باذن الله الايام الجايه، بس تكتمل الصوره عندنا ان شاء الله. باذن الله راح نوافيكم فيهم اول باول ان شاء الله باذن الله. وما تنساليش شيله اذاعه تطاوين بعيد ميلادها 30. ولا يهمك. خلاص اعتمد. تعيش تعيش. الله ينورك سعد، وأنا سعيد جدا بهذا التواصل الرائع بيناتنا، وتحية الليلة من تونس الخضراء عندكم بطبيعة، وإن شاء الله في أول زيارة كما ذكرت منذ قليل احنا نجوك للمطار مباشرة، نستقبلوك ونفرح بيك ونجيبوك للإذاعة معنا إن شاء الله. وتشرف وأهل تونس الخضراء والعزيزة على قلوبنا، وتشرفت فيكم وبداعة تطاوين، وان شاء الله باذن الله اذا الله راد لنا اللقاء باذن الله. ان شاء الله يا سعد، ان شاء الله ديما منور وديما موفق، وسلم على الدار وسلم على الناس اللي وقفت معاك والناس اللي تشجعك، وايضا جمهورك العريض على مستوى الوطن العربي. تحياتنا ليهم الكل. تحياتي لكم من كل قلبي. عايشك. شكرا يا سعد. نستمتع الليله بصوتك.